إمبابة بينهم المدبر الرئيسي للأحداث وهو رجل أعمال قبطي بيدعى عادل لبيب، وتمت إحالة المتهمين للنيابة، وتبين من التحقيقات إن من بين المقبوض عليهم عناصر مدبرة للأحداث من المسلمين والمسيحيين. كمان تبين إن رجل الأعمال عادل لبيب هو اللي قام بتحريض الأقباط على الاشتباك مع الشباب المسلم، وأشرف بنفسه على تجهيز زجاجات المولوتوف. وأوضحت التحقيقات اللي بشرتها النيابة العسكرية مع عدد من المتهمين المقبوض عليهم من المسلمين والأقباط بتناقض في الروايات، لأنه تبين من أقوال الأقباط أن المسلمين هم اللي بدأوا بالاعتداء على الكنيسة، لكن ده في نفس الوقت اللي قالت فيه أو المسلمين إن قالوا فيه أن الأقباط هم اللي بدروا بإطلاق النيران من داخل الكنيسة على المحتجين أمامها على احتجاز الفتاة اللي بيشاع عنها أنها أسلمت قبل احتجاز الكنيسة ليها. من جهة تانية قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة توصلت إلى معلومات أكيدة بتفيد بوجود مخطط لإدخال مصر في حرب أهلية عبر إشعال أحداث الفتنة الطائفية، ومن بينها اللي حصل في إمبابة السبت الماضي. وأوضح المصدر إن القائمين على المخطط هم رموز الحزب الوطني المنحل اللي بيهدفوا لإدخال مصر في حالة فوضى. وأضاف المصدر إن القوات المسلحة هتلقي القبض على المتزعمين للمخطط تباعاً، وكانت قوات الأمن بالفعل ألقت القبض على 190 متهم بالتورط في الأحداث اللي وقعت ليل السبت، واللي أسفرت عن مقتل 12 مواطن وإصابة ما يزيد عن 232 وإحالتهم للنيابة العسكرية.